الحكومة تشكل مجموعة وزارية لإعداد مشروع قانون للإدارة المحلية. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امبارح الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على تشكيل مجموعة عمل بتضم وزراء التنمية المحلية والتخطيط والشباب والتضامن والشؤون القانونية ومجلس النواب والمالية والعدل ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، بتتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية في ضوء ما ورد في الدستور، وأن تعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء في نهاية شهر إبريل المقبل، الشهر الجاي يعني. وأشار أيضا المجلس إلى دراسة قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، هتكون معنية بالإشراف على إجراء كل الانتخابات العامة والاستفتاءات وفقا للدستور، وتمهيد لإعلان إجراء الانتخابات المحلية المقررة في بداية 2017، مؤكد على ضرورة تنسيق الجهود والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد للانتخابات المحلية.